نتكلم عن V12-600، أول مكينة في الشرق الأوسط من V12، تتميز بسرعتها وخفتها طبعاً. وهالمكينة هالنوع من المكاين طبعاً تناسب القوارب أو العوامات الكبيرة الحجم، فيها مميزة طبعاً ما تحصلها في المكاين الثانية أنها صوتها جداً خفيف، لدرجة أنك أنت أساس أنك تشغل محرك سووا لها أوبشن أنه في إضاءة ليت أساس أنه لأنه ما فيها صوت قوي، فتعرف أن هاي المكينة شغالة. بالإضافة لمميزات ثانية اللي هي سرعة دورانها اللي هي 5600 لين 6400 سرعة دوران المكينة، بالإضافة إلى أن المكينة يعني في القارب ما تحس ثابتة، المكينة ما تحس بحركة المكينة في القارب، يعني ما تهتز مع حركتها في القارب. هاي الأشياء الأساسية، بضيف اختلامية الأشياء الثانية. اليوم نحن موجودين مع ميركوري عشان نتكلم عن هذه المكينة الفريدة من نوعها، مش بس في الشرق الأوسط، في العالم هذه أول مكينة تنزل بهذه المواصفات، 600 هورس باور، V12، 12 سلندر على شكل حرف V، وزنها تقريباً 572 كيجي، فهي تعتبر ثقيلة حق القوارب الثقيلة أو العوامات واليخوت. اختي فاطمة ما قصرت، تكلمت عن كثير من المواصفات، أنا بضيف مواصفة أيضاً أو شيء مميز لمن يقتني هذه المكينة. الشيء المميز اللي بيكون فيها أنت ما بتحتاج تحمل عوامتك أو طرادك كل مرة عشان تسوي لها سيرفس، هذه المكينة كل 200 ساعة تقدر تسوي لها سيرفس. أيون كرين عندك، الغطاء يتبطل من فوق ويون يعني يصينونها وانت والعوامة في مكانها او الطراد في مكانه. متى تحتاج انك تسوي ميجر سيرفس؟ بعد كل 1000 ساعة، فهذا يعني على حسب استخدامك، بس اكيد انه يعني بتحتاج انك ترفع عوامتك او طرادك عشان الصيانة كل 2 سنين تقريبا على حسب طبعا استخدامك. المكينة فيها مواصفات كثيرة، فنتمنى من الناس انهم يجون يتعرفون عليها اكثر من خلال زيارتهم لبوث دلما مارين ميركوري.